عاد فصل الشتاء وعادت معه هذه المناظر الساحرة لجبال الشريعة التي اكتست حلة بيضاء، فرصة لم يفوتها المواطنون الذين تواجدوا هنا بكثرة. الله يبارك شريعة، راهي بهجتها سنة بيوضية برودة شوية، المهم رانا نحرقوا معها. شفنا ثجطة في الشريعة، جينا نحال الله يبارك، راهي بيضة، انا حرقوا الدبنة ذا الفاميليا ذراري يشوفوا شوية ثلج يلعبوه وراو البلد. جيت من السعودية الفاكونس تاعي، جيت نجوز الفاكونس، ما تعرف السعودية الميدل ايست قاع هكذا، ما كانش السخانة بزاف هكذا تعرف، جينا نحوسوا هذا المكان. عز الدين وأصدقاؤه أبوا إلا أن يقضوا يومهم هنا والاستمتاع بالكسوة البيضاء التي تزينت بها جبال الشريعة. أما رياضة التزلج على الثلوج ومع أنها جديدة إلا أنها لاقت إقبالا كبيرا. شفنا باللي الثلج يتساقط هذه الأيام بكثرة، قلنا احنا وصحابي هامليك قلنا نروحوا نديروا هذه الرياضة اللي اسمها سنوبورد، نتمتعوا بالمناظر ونمطوا. تبعنا لا ميتيو وشفنا باللي طاح الثلج هذه الايامات بكثره وراه جايه كاع اون طومبات، الله بروفيتينا الحمد لله، عندنا الوقت عندنا صحابنا مع الماتيريال كيما راكم تشوفوا، هيا وطلعنا للشريعه وان شاء الله تكون ان سيسيون دو سنوبورد هايله مع ليكيباج مع لا ناتور. وهذه هي مصالح الدرك الوطني من جانبها، وعبر مخطط استثنائي تضمن تسخير كامل الموارد المادية والبشرية قصد فتح الطرق الوطنية والولائية تسهيلا لتنقلات السياح الذين تواجدوا بكثرة، خاصة الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين ولاية البليدة وبلدية الشريعة، والذي يعرف إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف الولايات لغرض السياحة وأخذ صور فوتوغرافية والتمتع بجمالية المكان خاصة في عطل نهاية الأسبوع. في هذا الصدد يتم إجلاء بعض العالقين في هذه الأماكن وتسهيل حركة المرور لمستعملي الطريق. في ظل هذه الأجواء القاسية البرودة والتقلبات الجوية، لا تزال جبال الشريعة تستقطب آلاف المواطنين والسياح من أجل قضاء أوقات في أحضان الطبيعة والخروج من ضوضاء المدن. محمد أمين صالحي، موفى تلفزيون النهار، إلى جبال شريحة ولاية البليدة.